بعدين هذا الشارع راح ينسد. احنا هسه في تقاطع السويس، التقاطع اللي موجود قرب الدائره مال التربيه. هذا التقاطع بعد ايام ان شاء الله راح يبدا العمل بعمل مجسر، المجسر يجي من تقاطع النبي يونس الى انه ينزل قبل الجسر مال خوصر. الجهه المقابله بدا العمل بها تقريبا الشركه المنفذه قطعت الشارع. خلال الاسبوع القادم سوف يتم قطع الجهه الثانيه اللي السير اللي جاي من النبي يونس. اتفقنا مع الشركه المنفذه ومع بلديه الموصل لغرض اتخاذ طرق بديله. هذه المجسرات بالمستقبل القريب راح نخطف ثمارها وراح تفتح كل الاختناقات المروريه الموجوده داخل مركز المدينه. هذا عندنا مجسر هنا بتقاطع السويس، المجسر الثاني اللي هو مجسر سنحاريب. يعني بدي احكي لك بس على هذا الشارع، المواطن اللي يجي يدخل المدينه من حي تحرير الزهور راح يجي من تقاطع المحروق يعبر الى حي الجزائر للدرقزليه، يجي هنا الفيصليه النصر، راح يعبر الى عقاري الجسر، يعبر الجسر القديم، يعبر الميدان، يعبر السريشخانه، يصل الى تقاطع الساعه بدون ما يمر باي ترافيك. يعني اقدر اقول باعتبار يدخل من شمال الى جنوب المدينه بدون المرور باي، لا هو راح تجي تقاطعات بس ماكو ترافيك. يعني اي تقاطع راح يجي، راح هذا التقاطع مثلا راح يكون اكو جسر التقاطع يعبر، تعبر السيارات من فوقها بجسر، راح يعبر على التقاطع الثاني اللي هو سنحاريب راح ينزل بنفق، السير اللي يجي من اليمين راح يعبر من فوقهم بجسر. يعني هاي الاختناقات حتما راح يلمس المواطن الكريم ابن الموصل يعني ثمارها واهميتها بعد ما تنجز ان شاء الله. بالايمن مشاكلنا المروريه ما مثل ما هي بالايسر. الايمن نوعا ما مفتوح، عندنا المجسر، مجسر اليرموك اللي تم انجازه فتح المنطقه، بقى عندنا وين شان صار عندنا اختناق بالشارع المؤدي من مجسر اليرموك الى الدوره اللي احنا نسميها دوره بغداد، دوره المكعبات سابقا. هنا اكوش مجسرين ايضا الحكومه المحليه اخذت على اعتقها انه تسوي، اللي هو مجسر ابي تمام يمن البداله مال ابي تمام، والمجسر الثاني اللي بتقاطع موصل الجديده. هذول المجسرين اذا ان شاء الله تم اكمالهم راح تفتح منطقه الايمن بالكامل. المواطن اللي يجي من طريق دهوك راح يعبر على الجسر الثالث الى مجسر اليرموك، من غادي راح يعبر على مجسر ابي تمام الى مجسر موصل الجديده بدون ما يمر باي ترافيك لايت. ضباط ومنتسبي المرور موجودين في محاور النقاط الرئيسيه اللي يوجهون الناس على الطرق البديله. هسه احنا في تقاطع النبي يونس، هذا التقاطع المعروف لاهل مدينه الموصل، ايضا هذا التقاطع راح يكون بقطع نتيجه الاعمال اللي راح تقوم بها الشركه المنفذه لمجسر السويس، القطع راح يكون بالسايد اللي يروح من النبي يونس باتجاه السويس، راح يكون بالضبط القطع قدامنا. الطريق البديل راح نسلك طريقين بديلين، بامكان المواطن اللي جاي من شارع المحكمه اللي هو هذا الشارع الورايا انه يجي للتقاطع ويصعد على الطريق اللي يمر من موجود، كملناه كامل اللي يكون بالضبط خلف مركز نبي يونس. هذا الشارع صحيح هو شارع ضيق ياخذ سيارتين بس ان شاء الله هسه راح يلبي هذا الطموح انه يكون كطريق بديل للطريق الرئيسي اللي يربط بين نبي يونس والسويس لحين انجاز المجسر.